الأخبار الملفقة لم تبدأ في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو فقط أعطاها زخما بتكراره الحديث عن الفيك نيوز كلما أغضبه خبر ما أو لم يوافق على محتواه أو من ينقله. كذب الأخبار قديم قدم الأخبار ذاتها، مذكور من أيام أرسطو وأفلاطون، الثورة الفرنسية، الحرب العالمية، وكل محطات تاريخنا قديمه وحديثه. الجديد هو ما فعلته وسائل التواصل على صعيد حجم واستمرارية وانتشار معضلة الأخبار الكاذبة، والدراسات أثبتتها بخجل. الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع بكثير من الحقيقية. لماذا؟ من يروج لهذه الأخبار؟ من يستفيد منها؟ كيف نكشفها؟ وكيف نمنع انتشارها؟ حلقة خاصة من نقطة حوار. أنا محمد عبد الحميد. بداية أرحب بضيوفي الكرام، السيد سامي النصف وزير الإعلام الكويتي السابق، أهلا بك، وكذلك الدكتورة زاهرة حرب الإعلامية وأستاذة الصحافة في جامعة سيتي لندن، أهلا بك، وأيضا أرحب بالسيد نصري عصمت الصحفي المتخصص في مجال الإعلام الرقمي، أهلا بحضرتك كذلك. أيضا أرحب بمجموعة متميزة من الجمهور الحضور تشاركنا الحوار النقاش والأسئلة، أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك يا دكتورة، لأن الخطأ وارد دائما في كل المجالات من بينها الأخبار كذلك. متى نتجاوز حد الخطأ لكي نصل إلى مرحلة أن ما نقرأه هو خبر ملفق أو كاذب؟ هو عمليا مرتبط بنية من يعمل على إصدار هذا النوع من الأخبار، والأخبار الملفقة مرتبطة مثل ما تحدثت في مقدمة البرنامج تاريخيا مرتبطة بمنطق نشر الإشاعة والفكرة الخاطئة والبناء على معلومات مغلوطة من أجل الوصول إلى هدف سياسي معين. عندما يكون هناك غاية سياسية هدفها تدمير سمعة شخص إن كان سياسي أو غير سياسي، عندها يصبح حد الخطر أو يعني الخط هو ما يستدعينا أن نعيد التفكير ونلقي الضوء أنه هذه أخبار كاذبة وهذه أخبار ملفقة. وفي المجتمعات العربية معروفة فكرة الإشاعة في الصحافة الصفراء، ولكن حديثا اللي يعني تجدد هو عملية استخدام هذا النوع من الأخبار للوصول لغايات سياسية. بس هل معنى ذلك أن الهدف هو هدف سياسي بحت يا أستاذ سامي تعتقد؟ لربما في جزء من محاولة الكسب. عندنا البعض يعتقد أن كل الأمور مبررة لكسب القضية، إنما ضمن حتى تاريخنا سهل بن هارون يقول أنه كان الرواه ثلاث أنواع: تعطيه درهم ويشهد معك، تعطيه 5 دراهم يشهد ويحلف، 10 دراهم يشهد ويحلف ويجادل ويعترف بالجريمة أنه هو اللي عملها. الآن خطورة ما يجري سيدي الفاضل أنه الأمور تغيرت. بداية القرن الماضي كانت هناك حروب معلنة، الآن حروب استخباراتية وحروب الجيل الرابع، وبالتالي هناك من يستقل وسائل التواصل لخدمة أغراض شريرة. اليوم نعلم أن أحد لا يسلم جسده لطبيب إلا أن يكون طبيب محترف. طيارة لا تسلم مع أنه يمكن أن يفقد روح واحدة. الطيارة لا تسلم إلا لطيار محترف، رقم الضحايا 200. الإعلام أصبحت مهنة لا مهنة له، غير مؤهل، لا يعلم أحد شخصه، والإعلام بإمكانه أن يفجر أمم، بإمكانه أن يتسبب بموت مئات الآلاف كما حدث في العراق بعد 2003، سوريا بعد 2001. السوشيال ميديا وما تنقله من أخبار من الأرض المعركة، كان البعض بالفعل يؤجج، يعني عندما ينقل صورة شخص ملتحى يمسكوا بلحيته ويقولوا له قول ربنا بشار، أو العكس صحيح، عندما يمسك شخص فقط يقتل وينحر بناء على هويته. هذه الأمور لا تحدث بالإعلام المحترف التقليدي. طبعا احنا سنناقش الفرق ما بين الاثنين، لكن مرة أخرى عن الأخبار الكاذبة تحديدا، بما أن السيد سامي طرح مقارنة ولو ضمنيا ما بين القديم والوسائل الحديثة، تعتقد أن معضلة الأخبار الكاذبة، سؤالي لك سيد نصري، زادت ما بعد وسائل الإعلام الحديثة، ولماذا إذا كان هذا دقيق؟ هو ببساطة شديدة وسائل التواصل الاجتماعي
خلت كل شيء بصري أو فيجوال، يعني إحنا قادرين على رصده. قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وحتى قبل ظهور الإنترنت زي ما أنت تفضلت وقلت كانت الإشاعات بتنتشر. وبالمناسبة يعني أنا أحب أقول حاجة الدراسات أثبتتها وإحنا درسناها من أكتر من 10 سنين، إن الإنترنت هو وسيط مثالي لنقل الشائعات، ولكن في الوقت نفسه هو أفضل وسيط لمواجهة الشائعات والقضاء عليها بسبب سرعته. بمعنى أنه من السهل جدا أن أنا أنشر شائعة ما سياسية أو خبر غير صحيح، ولكن أيضا بسرعة شديدة أستطيع أن أنا أواجهه. ده ما كانش ما الضامن أن نفس الأشخاص اللي قرأوا الشائعة وصدقوها سيقرأوا كذلك التكذيب وأستطيع أن أنفي هذه الشائعة؟ ما فيش ضامن للمسألة دي، ولكن حتى يعني سابقا ما كانش في ضامن لهذه الأشياء. كان في شائعات كتير جدا بتنتشر سواء عن طريق التواصل بين الناس وبعضها أو عن طريق وسائل الإعلام حتى التقليدية، ولا يحدث تصحيح ليها. فهو نقدر نقول إن هو سلاح ذو حدين، أو شيء أو هو أمر له فيه ميزة وفيه عيب. السؤال أيضا، هل من السهل أن نفرق ما بين الكاذب والصحيح في الأخبار التي نستمع عليها؟ دعوني أستمع لبعض الآراء من الجمهور. هناء مثلا، هل تستطيع أن تفرقي ما بين الصحيح أو الخاطئ من الأخبار التي تتابعيها؟ هل هذا سهل؟ طبعا لا أقدر أستطيع أفرق بين الخبر الصح والخاطئ، لأنه الخبر الذي أقرأته لا يوضح أنه خطأ. فالمفروض أنه الصحافة أو الإعلان اللي هم بيصدروا هذا الخبر للناس أنه يكونوا متأكدين من الخبر، أنه قبل ما ينشروا للناس أنه هذا الخبر صادق. بس هذا ينطبق على وسائل الإعلام التقليدية وكمان وسائل الإعلام الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي، كلاهما صعب بالنسبة لك ولا الوسائل الحديثة أصعب مثلا؟ طبعا الوسائل الحديثة أصعب، لأنه تنتشر مثل ما الأستاذ قال الأخبار الشائعة أكثر وأسرع من الناس. لما توصل الخبر لبعض أكيد بيكون منهم أكيد وصادق أحسن التكنولوجيا. طيب كلاهما، وأبدأ معك يا دكتورة، خلينا نتحدث عن وسائل الإعلام التقليدية بداية وبعد ذلك الحديثة. هنا هناء تقول أنه من الصعب عليها جدا أن تعرف ما هو الصحيح وما هو الكذب، هل يمكن أن نقول لها كيف تفرق؟ طبعا، لأنه بالصحافة التقليدية، ما بدنا نسميها تقليدية، بالصحافة البروفيشنال المهنية، الصحفي عنده قدرة على أو يدرس أو يعني يتم تمرينه على كيف يتحقق من المصدر وكيف يقارن المصدر بالمصدر، وبالتالي يصل إلى ما نقول عادة كصحفيين أنه هذا ما استطعت أن أحقق به وقدمته لكم بقدر معرفتي بحقيقته. ولكن مع وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي مثل ما قال الأستاذ تنتشر بسرعة كبيرة، هذا صعب، لأنه من يتحكم بوسائل التواصل الاجتماعي هم عامة الناس. وظهر في الفترة الأخيرة تبين أنه هناك العديد من الأكاونتس، الحسابات عمليا الغير حقيقية. لا بس حتى التي عن التقليد يا دكتورة، معلش أردك لي مرة أخرى وسنتفق مجازا أن أسميها تقليدي، لكن بالنسبة لهناء هنا هي متلقية. أنا لا أتحدث عن ممارسات الصحفي نفسه، أنا أتحدث عن المواطن الذي يتلقى. تختلف من بلد لبلد، من نظام لنظام، نظام إعلامي لنظام إعلامي، بس أنت بالصحافة التقليدية بأغلب قوانين، حتى بالعالم العربي بأغلب قوانين الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية، الصحف الصحيفة أو التلفزيون عندما يخطئ عليه أن يصحح الخطأ، وبالتالي هذا الخطأ بيرجع ينشر بالصحيفة، بيرجع بينشر اعتذار أنه ما نشر بالأمس كان خطأ غير مقصود، تم الاستعانة بمعلومات لم يتم التأكد منها. ولكن هذا صعب بوسائل التواصل الاجتماعي. طيب هل هناك طريقة أخرى طيب كي تستطيع هناء وغيرها أن تفرق ما بين الخبيث والطيب؟
هو خلينا بس نقول انه من الصعب جدا على الاشخاص العاديين ان هم يعملوا هذه التفرقة، ولكن الموضوع هو موضوع بيجي بالتعود وبالاستعداد، بمعنى انه انا كمواطن او بطالع المصادر الاخبار ببقى بثق في مجموعة من مثلا مؤسسات من وسائل الاعلام. الحاجة رقم واحد اللي لازم الشخص العادي يفكر فيها هو اولا ايه مصدر الخبر اللي هو بيقراه، هل المصدر ده موثوق فيه، وهل المصدر ده له مصلحة في ترويج الخبر أو المعلومات اللي موجودة في هذا الخبر. لو كل شخص عمل الخطوة دي الأساسية هيكتشف زيف أخبار كتير، أو على الأقل هيكتشف، ودي الكارثة الأكبر، أنه في معلومات كتير حقيقية ولكن موضوعة في سياق خاطئ أو بيروجها جهات ومؤسسات وأشخاص لهم مصلحة في رواج وجهة النظر دي. فدي الحاجة الأساسية، أنه لازم يسأل فين المصدر. في حاجة برضو بيقع فيها ناس كتير جدا، أن هم حتى ما بيتأكدوش من الموقع. يعني أنا لما أجي أقرأ خبر في موقع بي بي سي، أنا عرفت أعرف البي بي سي، أعرف إيه قصتها وهي موجودة فين، ولكن الناس حتى في بعض الأحيان، مش كل الناس، وده ممكن يفتح نقطة الوعي، لكن حتى ما بتتأكد اليو ار ال او اللي هو العنوان بتاع الصفحه ده موجود في اي موقع. سهل؟ صح استاذ، بس كمان لما الواحد بيقرا الاخبار مثل ما حضرتك قلت عبر الانترنت او عبر الويب سايت او بي بي سي مثل ما حضرتك قلت، في منا اخبار بتكون انه اوكي الواحد بيصدقها، وفي منا يعني بعد الأخبار ما بتكون كلها صادقة، يعني أنه بتكون ملفقة ما بتكون أنه حقيقية. فيني أنا بس أقول شيء؟ طيب ممكن نسمع تعقيب مسلسامي، تفضل. كان لك تعقيب. أنا أتصور أنه حتى قضية الصور اللي قيلت من الأستاذ نصري بإمكانها أن تستخدم في غير مكانها. يعني أمس عندنا طوفان بالكويت، البعض جاب صورة جسر ينهار من الطوفان من بلد آخر وحاول، اللي يتسمى بالديس انفورميشن والمس انفورميشن. الأمر الآخر الهام جدا، هناك من يرى أن 93% أرقام تظهر 93% من المواطنين العرب لا يثقوا بالسوشيال ميديا. الأمر الثالث الهام جدا أنه قضية السوشيال ميديا هي تعكس ثقافة المجتمع، المجتمع الذي يقبل الكذب، وأدعي أن مجتمعاتنا تقبل الكذب، وبالتالي السوشيال ميديا ستعكس هذا الحال، أنه لك أن تستخدم الكذب سواء بالإعلام التقليدي، نتذكر من أسقط الطائرات بالمئات ومن حول الهزائم إلى انتصارات وغيرها، هذه الثقافة تنعكس جديدا على السوشيال ميديا، وبالتالي الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تتمحص بها السوشيال ميديا صعبة جدا، وإن كان الكثيرين يرجعوا إلى المصادر الرسمية، يذهب ويأخذ الخبر ويذهب للبي بي سي أو المحطات العالمية ليتأكد منها، إنما لا يوجد وسيلة أو حبة إسبرين تعالج هذا الصدع. يعني يرد الأمر للوسائل التقليدية الأكثر مصداقية ربما مرة أخرى ودور على المواطن. لكن هل من أمثلة مثلا واجهتكم وربما نشرتم خبر أو صدقتم خبر لكن بعد ذلك اكتشفتوا أنه خاطئ؟ خالد مثلا، هل من أمثلة على ذلك؟ هو كان في الفترة لما وصل فيها ترامب للحكم صعد الحركات الشعبوية واليمين في معظم دول العالم، من الهند للبرازيل ومرورا طبعا بدول الاتحاد الأوروبي. فبعد الكونفليكس اللي كان حصل في العراق وفي سوريا، حصل ناس كتير قوي هاجروا لألمانيا. فبعد الهجرة ديت ظهر في احتفالات رأس السنة، طبعا الحركات الشعبيه بتبقى قايمه اصلا على شيطنه المهاجرين وبتتكلم على الايدنتيتي، الهويه وخلافه. فكان اول احتفالات راس السنه وكريسماس ظهرت مجموعه من البنات اتهمت مجموعه من الشباب العرب او الشرق اوسطيين تحديدا في الفتره ديت ان حصل تحرش جماعي، وحصل زي ما قالوا يعني، وكانت هي بنت او بنتين لفوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى قنوات،
وقالوا ان حصل تحرش جماعي وحصل يمكن اغتصاب كمان. وبعد ذلك اثبتوا ان طبعا احنا عندنا الاجهزه في بلادنا تلقت الخبر ده زي عند بشار الاسد بكامل الفرح، يعني الناس دول هيجوا يبوظوا لكم بلادكم. لكن بعد كده حصل تحقيق استقصائي من الشرطه وتم اثبات ان الكلام ده كله كان كلام فاضي وما حصلش اي حاجه، كان مجرد احتفال وان الكلام ده كله كان كذب. بس هل تغيير الصوره الذهنيه بعد ذلك يمكن ان يكون سهل؟ يعني بمجرد ما قامت الشرطه باجراء هذا التحقيق، تعتقد ان تاثير الخبر الكاذب راح ولا بيستمر؟ لا، ما هو ترتب عليه طبعا عقبال ما التحقيق نتيجته ظهرت ان في مجموعه كتير جدا من المواطنين تقريبا صدقوا الكلام دوت. بس ده معناه جزء رئيسي هو اغراض سياسيه. ناديه استمع لحديثها، الجهه المسؤوله عن ذلك من تعتقد؟ من المسؤول عن نشر الخبر الكاذب بالطريقه بالمثل اللي قاله خالد او بامثله اخرى؟ طبعا بالنسبه للاخبار الكاذبه او المفبركه هذه، في يعني احيانا مصادر خاصه، يعني مصادر ميديا تقوم بنشر هذه الاخبار المفبركه من اجل غايات، يعني من اجل غايات معينه لديها. ف يعني من الصعب انه اي شخص يحدد يعني الغايات اللي تهدف إلى نشر هاي الأخبار الكاذبة. إضافة إلى أنه هاي الأخبار الكاذبة المستهلك أو القارئ يستطيع أن يتبين إذا هذا الخبر كاذب من المعرفة ومن يعني تنمية قدراته على أن يقوم بالتفريق بين الخبر الكاذب أو الخبر الصادق. ده معناه أن المسؤولية على وسيلة الإعلام نفسها ولا جهة ما تستخدم وسيلة الإعلام؟ طبعا هي وسيلة الإعلام يعني بكافة مصادرها، من ناحية إما سوشيال ميديا أو ميديا أورجانيزيشن، هي هذه المسؤولة عن فبركة الأخبار الكاذبة. فبالنسبة إن الشخص أو المستهلك أو القارئ يعني يجب أن يفرق بين الخبر الكاذب أو الخبر الصادق، يجب أن يقوم بالاطلاع على يعني مصادر أخرى قد يجد فيها مصداقية أكثر، لأنه أي خبر ممكن ينتشر، يعني يبدأ بسطر واحد ثم يقوم ببناء عليه ممكن يعني جهة تانية أخرى تأخذ هذا الخبر وتقوم ببناء سطرين ثلاثة عليه من أجل الترويج لهدف معين. طيب، يعني الجهة المؤسسة والجهة الحكومية وبعدين المتلقي، ثالوث لدينا الآن سنبحث فيه. أبدأ بالجهة التي تحرك الأمر يا دكتورة، تعتقدي هل في أغلب الأحيان كثيرة حتى منذ طرحنا الموضوع أونلاين جاءتنا الكثير من المشاركات، وللأسف كثيرون وجهوا أصابع الاتهام لجهات حكومية أنها هي التي تستخدم أو التي محمد، قبل ما أجاوب على سؤالك، بس حتى ما نحن كمان نكون أداة في ترويج أخبار غير سليمة، حادثة التحرش حصلت في ألمانيا، هناك حادثتين حصلوا في ألمانيا، حادثة كانت واقعة والحادثة الثانية كانت ملفقة، لأنه الشخص هيدي الإنسانة مثل ما بقوله باللبناني نحن بقول ركبة الموجة، بس في حادثة تحرش صارت وحادثة واقعة، فما بس لحتى نصحح المعلومة. كمان في شيء بدنا نرجع له بيرتبط بموضوع الثقة. الوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كان لهم دور إيجابي وأساسي بتسهيل عملية تجمع الشباب بعدد من البلاد، من البلدان العربية تحديدا في تونس وفي مصر، من أجل الانتفاضة على الواقع السياسي والاجتماعي اللي كانوا عايشينه. حتى ذلك الآن يا دكتورة بينظر له على أنه عامل سلبي وليس إيجابي. هيدا كان عامل إيجابي. ما حصل بعد هذه الحالات أنه الحكومات تعلمت الدرس، تعلمت الدرس وعرفت أنه هذه وسائل أو وسائط تستطيع أن تستخدمها لغايات سياسية واجتماعية واقتصادية. إذا بتشوف من بعد 2012 بلشنا نشهد تراجع بمصداقية أو شكل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد لغايات إيجابية. وإذا بتطلع على أغلب الحالات اللي استخدمت فيها أو استخدمت فيها حكومات، وما بس عم نحكي عن العالم العربي بس بالتحديد لأنه نحن هلأ بالموضوع العربي، حكومات عربية استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لغايات خاصة بها. طيب، هل توافق يا أستاذ سامي؟
والله في جزء لا، لأني أنا أعتقد أن الربيع العربي رقم ما قيل من أنه المحرك كان السوشيال ميديا، أنا أعتقد عدد مستخدمي السوشيال ميديا محدود جدا. أنا أتصور أن الفضائيات كان لها دور أكبر آنذاك في عملية تحريك الجموع. الآن بعض المسائل المرتبطة بالموضوع، أولا الإعلام التقليدي هناك مساءلة تستطيع أن تذهب به إلى المحاكم وغيرها، بينما الإعلام السوشيال ميديا شاب صغير لم يحذر حتى من خطورة ما يكتب، وفي بعض الأحيان حتى قضية التنافس بين بعض المواقع يستطيع من يريد أن يخلق ما يريد. بعض المتغيرات كذلك جرت العادة تاريخيا أن كل وسيلة إعلام جديدة تكتسب مصداقية أكثر، عندما أتت الإذاعة بعد الصحف صدقها الناس أكثر لأنها تنقل واقع، وهناك حالة انفجار المنطاد هندبرغ في أمريكا والمذيع وهو ينفعل قيل أن هذا الأمر لا يمكن أن تقوم به بالصحافة، عندما أتى التلفزيون كانت المصداقية أكثر قيل أننا الآن نرى ولا نسمع وهو أمر، لما جاءت السوشيال ميديا انعكست الحالة، هناك شعور جارف بأن السوشيال ميديا بذاتها لا تقدم الحقيقة، عليك كما قلنا أن ترجع. قضية هم أخيرة يمكن هذه أثر بها الرئيس ترامب اللي هو بالنهاية رئيس أكثر دول العالم فعالية بالمجتمع الدولي، جرت العادة أن السياسي الأمريكي أول ما يحفظ أن لا تعادي من يشتر الأحبار بالبرامج اللي هي الإعلام. هذا الرجل يضرب يوميا بالإعلام ويفوز ويحصل على مزيد من الأصوات بالاستفتاءات عبر استخدامه لوسيلة التواصل الاجتماعي وقوله أنه أنا عندي 60 مليون متابع، الصحيفة كم توزع 500,000 مليون، وبالتالي في متغيرات جذرية في قضية استخدام السوشيال ميديا، وأعتقد ما لم نكن حذرين هناك خوف من أن بالفعل تضربنا في مقتل. يعلم الجميع بس أن ما قالته الدكتورة ظاهرة أن استخدام الحكومات أو استخدام الجهات الحكومية استخدام سيء أو غير محمود وسائل والمعارضة كذلك والمعارضة كذلك، أنا لا ألوم طرف واحد، الطرفين الحكومات والمعارضة قاعدة تستخدم هذه الوسيلة بطريقة بالأغلب بها شيطنة وبها مقاصد شيطانية. لبنان بلد فجر بناء على إعلام تقليدي، هذا الإعلام وتأثير الإعلام والسوشيال ميديا الآن أحببناها أم كرهناها منتشرة خاصة لدى الشباب، وبالتالي ما لم نصل إلى وسيلة بها نوع من التثقيف، بها نوع من التوعية، بها نوع من التحذير لما يمكن أن ينتج عنه نشر صور وغيرها، أنا أعتقد أننا بالمنطقة على الأقل مجتمعات هشة طرية يمكن لها أن تفجر من الداخل عبر استخدام السوشيال ميديا. طيب بس هل أزمة الثقة هذه أو التدرج أو عكس معادلة الثقة كما طرحها الأستاذ سامي فعلا تطبق على السوشيال ميديا؟ يعني الآن المتابعون لا يثقون كثيرا بما يصل إليهم؟ الحقيقة ده مرتبط بالجزئية اللي الأستاذة سألتها في الأول عن فكرة حتى التفرقة بين الخبر الصحيح والخاطئ، بأنه الناس يعني في برضو مش عايزين نرسم صورة خاطئة ان الناس هم عبارة عن مجموعة من المتلقين اللي بيتم تحريكهم بصورة آلية بمجرد بس اي معلومة على الانترنت. يعني في ناس كتير جدا عندهم الحس النقدي وعندهم القدرة على ان هم يفرقوا بين الخبر الصحيح وبين الخبر الخاطئ. ازاي؟ احنا النهاردة لو سألنا نفسنا اي واحد فينا النهاردة انت بتحصل على الاخبار منين، هتلاقي ان كل واحد هيقول لك مجموعة من المصادر، منهم المصادر التقليدية حتى ما قبل الانترنت، أنا بقرأ صحيفة كذا، بشاهد القناة الفلانية. نفس الأمر كمان لما الانترنت ظهر ولما السوشيال ميديا ظهرت، كل واحد أنا مثلا على تويتر عامل فولو لكام حساب، أنا على الفيسبوك مين هم أصدقائي ومين هي الصفحات اللي أنا مشترك فيها. الناس العاديين زي ما احنا بنصنف وسائل الإعلام التقليدية من حيث الأكثر مصداقية للأقل، الناس كمان بيعملوا دوت وإحنا بنعمل ده، وحتى بطريقة آلية يعني بطريقة يعني أنا ممكن أبقى بتابع حد على تويتر وأقول فلان ده ممتاز، ده بيقول الأخبار كلها بشكل سليم، لا فلان ده متحيز، ده ليه موقف. وتلاقي حتى الناس مقسمين الأشخاص اللي بيتابعوهم زي بالضبط التقسيم الوسائل الإعلام التقليدية، إنه فلان أنا بتابعه عشان الأبديتس الرياضية، فلان ده دمه خفيف للترفيه، فلان دوت أنا بعرف منه الأخبار، كلنا بنعمل دوت بشكل آلي. طيب يعني إذا الانتقائية ودور المتلقي، لكن أنا هاخد من كلام حضرتك للتعرف بشكل عملي على حالات من الحضور، كيف يفرقون هم بشكل عملي أو بشكل يومي؟ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول مالك بن نبي مفكر قدير: العلم في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا بل ينصب أصناما، وعندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم. فيما يتعلق بما تفضل به الأساتذة والدكتورة المحترمة، أقول أولا وقبل كل شيء لكل منتوج ناتج، وما يحصل الآن حصل من قبل ظهور هذه التكنولوجيا، حصل في الإعلام التقليدي. لماذا لا نسمي الأمور بأسمائها؟ التضليل الإعلامي هو وسيلة أو سيف ذو حدين، لكن التضليل من الناحية السلبية التي يعمل بها سواء الإعلام التقليدي المحترف أو سواء انتقل الوباء إلى مواقع التواصل الاجتماعي الغير احترافية التي تقصف العقول البسيطة من الشباب والغير مثقفين. إذن أهداف التضليل الإعلامي هو أولا وقبل كل شيء قذف وقصف العقول البسيطة، هدم المعنويات، زرع التشاؤم، البلبلة، الفتن. طيب، وهذا ما حصل. كيف تتفاداها أنت يا محمد؟ يعني نحن الآن نريد وصفة عملية طبعا كي تتجاوز كل ما تقوله اتصالا بحديثي مع السلام. يا أستاذ محمد، علينا أن نشخص الداء قبل الدواء. ما احنا شخصنا الداء وعايزين الطرق العملية لمن يتابعنا يستفيد. ممتاز. الدواء أول وقبل كل شيء لابد على الرأي العام الدولي أن يأتي بقوانين تتعلق بالإعلام فيما يتعلق بقوانين مواقع التواصل الاجتماعي، ويضعها على نقط مثل ما يحدث، أقول مثل ما يحدث في القانون الدولي الذي يتعلق بالإعلام، والتي بدأ منذ عام 1945 لما نصت عليه في القانون أو المواد في 8 أكتوبر عام 1945. طيب، يعني قوانين منظمة. سأناقش هذه النقطة. دورك كمترقب. الحل الثاني هو أول وقبل كل شيء كيف نستطيع الخروج من العولمة الإعلامية. العولمة الإعلامية مثل العولمة الاقتصادية، العولمة الثقافية، لابد علينا من وضع قوانين صارمة تتعلق بكل هذه الأمور. مفهوم، سأناقش ذلك. دورك كمتلقي أو ما تقوم به أنت كمتلقي، هل هناك شيء تفعله؟ طبعاً. أول وقبل كل شيء أنا ناشط معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في موقع الفيسبوك، صفحة دكتور سعيد الباز معروفة. طيب. أيمن أحارب أول وقبل كل شيء المعلومة الخاطئة، سواء كانت منبثقة من الإعلام الرسمي أو الإعلام التقليدي أو الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي. حسابات أول وقبل كل شيء، هناك من خلال إحصائيات 2017 هناك أكثر من 285 مليون حساب خاطئ، يعني مستعار. طيب سارة، أريد أن أسمع رأيك أنت كوصفة عملية تحديدا، ما الذي تفعليه بشكل يومي؟ يعني عندما تمسكي الهاتف مثلا أو حتى تفتحي جهاز الحاسب كي تتجاوزي أي أخبار خاطئة، ماذا تفعلين؟ أهلا. أنا صراحة برأيي واحد، مش بس أنا، أي شخص يعمل يعني يبحث قبل ما يأخذ رأي، يعني ما يسمع شغلة ودغي يقول هذا الشيء صار، لازم هو يبحث أكثر وقبل ما يأخذ رأي بهالشغلة، مشان هالأيام الأخبار كلها مغلفة وفي فوتوشوب. الصور تعرف بس في بيطلع لك صورة مثلا واحد اجره مقطعة، بس في فوتوشوب وفي بيزبطوا بالصور. سو واحد ينتبه ويعمل شوي ريسيرش قبل ما ياخد فكرة، مشان النيوز أكتريتها it's propaganda. عرفت كيف؟ وفيها it's like news, it always has a it has a في كلمة بدي أقول نسيتها، sorry. It has an agenda. News has agenda. وفي propaganda. مفهوم. فواحد ياخد شوي يفكر ويستعمل عقله شوي قبل ما ياخد دغري يقول هذا سمعته هالشي صح. لا، لازم تراجع حالك، تعمل تبحث شوي. بتقدري تعملي كده كل يوم؟ يعني هل تستطيع؟ لا، مش كل يوم. هو شوف، ما فينا I don't think في الناس كلها
كل يعني مستحيل ما يكون في أخبار خطأ بتمر. مستحيل حيكون طيب. في هيك وهيك طيب. بس واحد يأخذ يعني ينتبه ويستعمل عقله اللي الله أعطانا إياه ما يصدق أي شيء بشان if you believe anything you're gullible don't be gullible use your mind look out of the box and don't believe everything يعني بتشوفه على التلفزيون يعني استخدام العقل وفي أشياء اسمها propaganda وفي news بأجندة وبدون يبرينوش people يعني واحد ينتبه شوي طيب خليني أسمع نادية سريعا قبل أن نعود إلى ضيوفي لأن نادية هي أنت أيضا مراقبة سوشيال ميديا أعتقد وسهولة فكر يعني ما قالته سارة منطقي جدا وجيد أن نستعمل عقلنا ونتابع ونقارن ونتبحث من أكثر من مصدر لكن من الناحية العملية لا من الناحية العملية من المستحيل أنه للمتلقي العادي أنه يتأكد هذه فيك نيوز أو أخبار ملفقة وهذه أخبار صحيحة مشكلتنا في الوطن العربي ما عندنا حيادية المؤسسات الإعلامية التقليدية المؤسسات الإعلامية معظمها يا إما تتبع الحكومة يا إما تتبع أحزاب سياسية هذا واقع الحال في كل دول الوطن العربي فالمتلقي سواء القارئ أو المشاهد للأخبار يعرف أنه هذه القناة تابعة لمن وتمثل من فالخبر بالتأكيد راح يكون يمثل أجندة الحزب السياسي أو الجهة السياسية التي تملك الجهة الإعلامية فلذلك يذهبون إلى السوشيال ميديا لأنه الحسابات الفردية لا تمثل جهة سياسية طيب سعادة الوزير أنت وزير سابق هل هذا اتهام دقيق؟ والله فيه كثير من الدقة طريقة محاربة ما يأتي بالسوشيال ميديا أولا لا نستطيع مثل ما ذكر الأخ الفاضل أن نعزل أنفسنا هذه قضية بعيدة كل البعد السوشيال ميديا حتبقى أنا أتفق أنه لو كانت وسائل الاتصال الحكومي أكثر مصداقية وأكثر صحة لربما ما لجأ الشاب أو الجموع إلى الوسائل البديلة الاستقلالية نعم. إحنا مشكلتنا في الوطن العربي جهات إعلامية الاستقلالية نعم. تمام الأمر الثاني هي متصلة بالوعي العام وبقضايا التعليم طالما هناك جهل طالما هناك من يصدق كل الأخبار وبالتالي عندما نهتم بالتعليم عندما نرفع من الوعي السياسي والثقافي للمواطن هذه هي فقط الطرق الممكنة وليست طرق سريعة هذه ما في حل بكرة حينهي كل مشاكل السوشيال ميديا بس كلما ارتفعت وسائل الاتصال الحكومي وبريطانيا هناك قضايا اتصال حكومي رائعة يمكن الاستفادة منها وأنا تلقيت بالشارقة كان هناك مقدم من الحكومة البريطانية أظهر كيف استطاعت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى اللي صدرت فيها كثير من وسائل الشيطنة ضد الألمان لما أتت الحرب الثانية وقام هتلر بالفظائع كان من الصعب على الشعب البريطاني أن يصدق بعد القضية الأولى طبيعي. وكذلك قضايا غوبلز وكم التدمير اللي تسبب به للألمان حتى أصبح الكذب الآن ممجوج ومرفوض اليوم مثل ما ذكرنا أنه حتى الصحافة تحرص بالقرب على أن لا تنشر خبر واحد كاذب بينما أصبحت لدينا ثقافة قابلة للكذب اليوم الرئيس نيكسون عزل بسبب كذبة أو استقال إنما عندنا القائد لا يعني إذا لم يكذب لا يصبح قائد الإعلام الحكومي إذا لم يكذب بالأغلب لا يعتبر إعلام ومن ثم عندما نعالج هذه الجذور للمشكلة تحل المشكلة طيب أنا لا أريد أن أتجاوز نقاط ذكرت وأريد أن أناقشها معكم وتحديدا نحن نحاول أن نسابق الزمن كي نستطيع أن نغطي كل النقاط لكن محمد تحديدا ذكر فكرة القوانين والدفع أن يجب أن يكون لدينا قوانين جيدة عامل القانون أولا هل تعتقد أن هو يمكن أن يسيطر على كل هذا التشويش هل لدينا قوانين أصلا تعالج احفظ هاي الفكرة خليها هلأ ترجع لها بس بدي بس أعلق على شغلتين أول شغلة فكرة أنه وسائل التواصل الاجتماعي كانت محرك نحن ما منقول للثورات العربية نحن ما منقول أنه الثورات العربية حركتها وسائل التواصل الاجتماعي هناك فرق بين المحرك والمسهل البلاتفورم الوسيط اللي استخدمته لأنه مثل ما هلأ عم بتناقشوا الوسائل الإعلام التقليدية كانت وسائل غير حيادية لم تعطي الفرصة للمواطن لحتى يكون أو ما لعبت دور الوسيط
البسيط بين المواطن والمسؤول، ما لعب الدور الواتش دوغ، وبالتالي المواطن لجأ لوسيلة تانية سهلت له هيدي التخاطب المباشر. هاي أول نقطة. تاني نقطة بدنا كتير ننتبه إنه الإكثار من السلبية تجاه الأخبار اللي عم تنشر، هيدا هو اللي بده إياه دونالد ترامب، هيدا هو اللي عم يسعى له. دونالد ترامب بيسعى بتفشي فكرة الفيك نيوز أو الأخبار الملفقة بالعربي، إنه أنت ما بقى توثق بولا أي خبر إلا اللي بيخبرك إياه هو. سو الكسرة التأكيد على إنه هيدي أخبار مضللة كاذبين ما في خبر صادق، بدنا كتير ننتبه، لأنه هيدا عم بياخد من دربنا إمكانية إنه لا في أخبار صادقة عم توصل، ما منعود نصدقها لأنه نحن فايتين بموجة السلبية تجاه أي شيء ينشر. وصلنا للمرحلة دي أعتقد يا دكتورة، يعني للأسف حتى كمهنيين من الصعب جدا أن تصدقي شيء. يعني أنا شخصيا أتحرم من الخبر الواحد من خمس مصادر. وبدي أقول لك كمان، حتى ببريطانيا يعني البي بي سي في مثل كتير شهير، وقعت بفخ خبر ملفق وبالتالي صورة ملفقة. البي بي سي نشرت صورة لمجزرة، مجزرة حولة، صورة لجثث مكفنة بالأبيض، وطلع الخبر أنه هذه صور لضحايا مجزرة حولة بسوريا. بعد ساعتين من بس الخبر على البي بي سي أونلاين، صحفي إيطالي اتصل بالبي بي سي وقال لهم هيدي صورة أنا أخذتها بالعراق بال2003 بمجزرة الفلوجة. والبي بي سي وقتها حطت سيستم، نظام للتحقق من الصور. مظبوط. نتعلم من الأخطاء، هذا لا يعني أنه ممنوع من الخطأ. ما فيش أي جهة بدنا نتعلم من الخطأ. أكيد. القوانين القوانين ممكن كتير تساعد، ممكن كتير تساعد. اللي عم بيصير هلأ ببريطانيا مثلا، ما في أي قانون بنظم الأعلام الرقمي، ما في. ممكن يكون يعني في جهة ببريطانيا، وأنا عضو بالمجلس، المجلس المضمون لأفكم يلي هو بنظم الإعلام المرئي والمسموع ببريطانيا، الجهة الوحيدة يلي الأفكم بيقدر ينظم أو يكون مسؤول عن مضمون ما ينشر في وسيلة أونلاين هي بي بي سي أونلاين. ولكن كل الوسائل الثانية، القوانين المنظمة ببريطانيا بعد لا تستطيع. هلأ عم بيصير الحديث أو يصير النقاش على كيف نعمل على نقل تجربة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع لتنظيم الإعلام الرقمي. بأوروبا الاتحاد الأوروبي كمان هلأ عم يشتغل على إصدار regulations، تنظيم للإعلام الرقمي، وأيضاً عم بيقوم بمفاوضات أساسية وجدية مع فيسبوك وتويتر، مع وسائل التواصل الاجتماعي. اللي عم بيصير مع وسائل التواصل الاجتماعي إنه هن بعدهم ما قابلين يعترفوا إنه هن ميديا، إنه هن إعلام. صحيح. هن بيعتبروا إنه نحن مجرد محل الناس تستخدمه، بلاتفورم وسيط. طيب. تستخدمه الناس. النقطة اللي قالتها سارة أيضاً أريد تعقيب عليك، لأن هي متصلة بما ذكرتيها دكتورة، فكرة الصورة اللي حتى بي بي سي نفسها وقعت في الخطأ وأخذت صورة خاطئة، وصار طرحت فكرة الفيديوهات حتى التي أحيانا ما تكون مفبركة أو تأتي من قصة تغطيتها تماما. عمليا على وسائل التواصل الاجتماعي، هل من طريقة مثلى للتدقيق سواء من الصور أو من الفيديوهات؟ بالطبع في وسائل وفي طرق كتير للتحقق، ولكن عشان نكون منطقيين واقعيين، الطرق دي أنا لا أتوقع أن الشخص العادي هيقوم بيها، ولكن الطرق دي إحنا بندرب الصحفيين عليها، ودي النهاردة داخلة في يمكن مناهج التدريس، مش في العالم العربي ولكن في دراسة في الدراسات في كليات الإعلام في الخارج، وحتى في العالم العربي في حركة نشطة جدا لتدريس الصحفيين بواسطة مؤسسات مختلفة للتحقق من صحة الأخبار. بس ده مع افتراض أن الصحفي نيته جيدة، وإذا نقل خبر كاذب هو فقط بالخطأ. بالضبط. لكن المواطن نفسه هل يملك حائط صد؟ المواطن نفسه لا يملك حائط الصد، لأنه أنا محتاج، مش هقدر أعمل تدريب لملايين الناس. ولكن الحاجة اللي أقدر أعملها أن أنا أقدر أرفع الوعي بتاع الناس، أقدر أن أنا أثقف الناس، أقدر أن أنا، ودي يمكن الأهم من الأدوات. إحنا يمكن كنا قلنا رقم واحد أن أنا أتحقق من المصدر، أتحقق هل
الكلام ده منطقي ولا لا، افتح محركات البحث زي جوجل وابدا اشوف هل الكلام ده حقيقي، هل الكلام ده منطقي، هل الكلام ده واقعي، يعني اعمل زي ما بيقولوا اللي هو الماي هوم ورك، اعمل الواجب بتاعي. ولكن انا هرجع لنقطه برضو احنا كنا ذكرناها ومتعلقه بفكره التحقق، انه في العالم العربي الحكومات العربية والسلطات بشكل عام بتلعب دور في تعميق هذه الأزمة، إنها بتمنع وسائل الإعلام التقليدية من إنها تقوم حتى بدورها. يعني في منع، في تقييد، وفي حجب. يعني النهاردة أنا بلاحق المواقع التواصل الاجتماعي دي أشبه بالنسبة لي زي فراغ، زي بالونة كده. المفروض إن أنا عشان لو أنا عايز أواجه الأخبار، أنا زي ما كنت قلت في الأول، أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات هو الرد عليها بسرعة وباستخدام نفس الوسيلة اللي هي الإنترنت أو وسائل التواصل. طيب أنا النهاردة لما الاقي كأجهزة حكومية، اولا انا لازم يبقى ليا تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وده حاصل بالفعل في كثير من الدول العربية، ان انا اكون موجود، ان انا لا اتعامل باستخفاف مع ما يتداوله الجمهور. من باب كتير قوي من المسؤولين يقولوا لا الكلام ده غير صحيح وانا مش هرد عليه، لا لازم ترد، ولازم يبقى فيه اليات للرصد. دي حاجة. الحاجة التانية انه زي ما قيل قبل كده في النقاش واللي الأستاذة ذكرته، غياب الاستقلالية. الكثير من الأنظمة العربية بتسحب من استقلالية وسائل الإعلام التقليدية وبتجردها من استقلاليتها، وبتتخيل ان ده بيديها فرصة للسيطرة. هو في الواقع انا اضعفت وسائل الاعلام التقليدية اللي فيها صحفيين مدربين اللي هم تحت رقابتي وبيعملوا داخل حدودي، في لمصلحة ان انا سبت وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي البالون ده بقى، انا سبته للفراغ، سواء سبته عند او بطريق الخطأ، عند او بطريق الخطأ. طيب. احيانا بيحصل بسوء نية. استمع لبعض الاراء الاخرى. حميد تفضل. شكرا جزيلا. اولا في وجهة نظري ان غياب الصحافة أو التحقيق الصحفية قبل نشر الخبر هو السبب الرئيسي والأهم في نشر الأخبار المزيفة. ومن وجهة نظر الدكتور أنه شيطنة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بينما قد تكون الطريقة الوحيدة لنقل الأخبار الصحيحة تكون عبر التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الأشخاص نفسهم الذين يحاولون نقل معاناتهم أو يحاولون مشاركة قصصهم للمستمع أو للقارئ في عبر نفس المواقع التواصل الاجتماعي. ولا ننسى قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي أحدث ضجة كبيرة في الإعلام، بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي يعني فضيحة مدوية للنظام السعودي، بدأت تماما من مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا لا نريد شيطنة مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة، حيث وهي تمثل الغالبية العامة للبسطاء الذي تتحدث عنهم، والذين يحاولون أن يعبرون عن آرائهم أو يشاركون مشاكلهم بصدق. بس أحيانا فكرة التحري من دقة هذا الصدق كي لا يكون المواطن نفسه جزء من زيادة انتشار هذه الأخبار الكاذبة، هذه نقطة مهمة أعتقد. هذا نظرا لغياب الصحافة الاستقصائية فيحدث الفيك نيوز أو الأخبار المزورة. مثلا ليس مقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، أغلب القنوات أو أشهر القنوات منها الجزيرة والعربية قد تنشر يعني كمية هائلة من الأخبار المزيفة التي لا يمكن لشخص أن يتصورها أو يصدقها. طيب. عندك في اليمن مثلا قناة العربية تقول الحكومة السعودية سيطرت على ميناء ذمار. طيب. بينما ذمار لا يوجد فيها بحر ولا لديها ميناء. طيب على عهدتك طبعا. شكرا. ثريا تفضل. عفوا، بس كي تكون الحلقة على الأقل مفيدة يعني والجميع كل من يشاهدها، بالنسبة للتحقق أو التأكد مؤخرا بالنسبة لفيسبوك عند التول اللي هي مثل علامة تعجب، بإمكانه المستخدم البسيط واللي أصبح يشكله نسبة كبيرة في شبكة التواصل الاجتماعي إنه يضغط عليها ويشوف الصفحة أمتى تأسست، يعطي البيج انفورميشن وكذلك الانسايت كان في أي رد عليها. فلو كانت الصفحة أصلا تأسست من مثلا
أسبوع أو أسبوعين أو سنوات، هذا بيعطيها مصداقية. كذلك من يدير هذه الصفحة للمستخدم الآن أن يتمكن، هل أو حتى مواقعهم، حتى أين متواجدين هؤلاء من يديرون تلك الصفحة. فلما يكون الشأن ليبي ومن يديرها شخص في نيوزيلندا أو شخص في صحراء الربع الخالي، مش منطقي. والثالث ممكن في روسيا، في نيوزيلندا من المعارضة موج، يعني على سبيل المثال هذا ليس، لكن هذه يعني أبجدية أن المستخدم البسيط ممكن كيف يستفيد من الحاجة. الثانية كذلك لتويتر، في اسم المستخدم، في اللي يخش على اللي يدخل على مثلا اسم المستخدم، متى أنشئ هذا الحساب، التعريف البسيط به. أحيانا بتلاقي XLMN أشياء ما أعرف، مثل الشفرة يعني، ما فيش حتى يعني واصل مظبوط، والتعريف حتى هو كذلك يكون ركيك وغير مفهوم، وكذلك عدد المتابعين. هذه كلها أمور يعني عملية وبسيطة جدا، على الأقل بتكون الحلقة مفيدة. بس نرجع لكلام الدكتور، بصراحة بالدرجة الأولى الموضوع كله ليه علاقة بالتعليم وأنظمة التعليم في الدول العربية. نحن ما عندناش تفكير نقدي ولا نشجع عليه. مثلا قالت الأبحاث، الله أعلم أي أبحاث، أشارت الجهة العالم الله وين الجهة هذه. فالموضوع كله متشعب، وهذه أعتقد ثمارة التضليل وتصديق الخبر كلها ناتج عليه. هذه هي ثمار أنظمتنا التعليمية. لو في تمحص، لو في تشجيع لإني من قالوا وعلاش قالوا، من المستفيد ومن وراءه، وكيف نبحث على المعلومة، يعني ما نوصلوش إن بلداننا تضيع يعني. النظرة الأبعد أو الموضوع بالضبط أشبه. يعني أنا بلدي ضاعت من أخبار جزء كبير منها مش حقيقي، واعترفت به الجهات اللي صدقتها. يعني دول تضيع، أوطان تخسر في سبيل. نرجع لنقطة البداية، أنظمة التعليم فاشلة. لو يحدث التعليم، هذه كلها أنا في رأيي تداعيات لأنظمتنا التعليمية الفاشلة. دائما احنا حتى بالشق السياسي دائما نبلي الثياب التي نلبسها. عندما لبسنا الرأسمالية أصبحت رأسمالية السياط، الاشتراكية اشتراكية الفقر وغيرها. هذا الأمر نقوم به كذلك بقضية الإعلام. اليوم الحكومات كيف تعاملت مع هذه الموجة الجديدة؟ قوانين المرئي والمسموع طبقت بطريقة معاكسة وأودت بالشباب إلى السجون. كذلك حدت من الحريات. أنا أدعي أن كم الحريات في الوطن العربي تقلص كثيرا بناء على قوانين المرئي والمسموع التي ادعي أنها ستواجه هذا الكم من الزيف والكذب. القضية الثانية، الحكومات كذلك استخدمت ما يسمى بذباب التويتر. ذهبت إلى شباب لديهم أسماء مستعارة وطلبت منهم أن يشتموا الطرف الآخر، وبالتالي بدلا من أن ترتقي بالوعي العام قامت بأمر معاكس تماما. القضية لا يوجد حل بسيط، وأنا أدعي أن القضية ستتفاقم وستزداد المضرة وستستخدم مرة أخرى في قضايا المس انفورميشن والدس انفورميشن. كذلك هذا الذي يدعي أنه مثلا امرأة مظلومة في سوريا، قد تكون هناك خلف الجدار منظومة استخباراتية لمنظومة زي داعش تستطيع أن تعرف الشباب الأكثر عرضة للتجنيد، وبالتالي تقوم بهذا الأمر. وادعي أن داعش استخدمت هذه الوسائل بشكل موسع جدا. طيب حتى الأمر يزداد إرباكا الآن يا دكتورة من هذا الحديث. لكن نقطة مهمة على صعيد الخطوات العملية، فكرة الذباب الإلكتروني اللي عانينا منها كثيرا جدا خصوصا في الفترة الأخيرة. يقال أن تويتر مثلا بدأ بالفعل في تنقية الكثير من الحسابات وإلغائها. هل هذه عملية سهلة من الناحية العملية تعتقدي، وهل يمكن أن تلغي الظاهرة بالمجمل؟ هذا ما لجأت له وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر وفيسبوك، لحتى يحطوا نفسهم بمكان أنه نحن عم نشتغل على مساعدة التخفيف من الحسابات المزورة وتخفيف من انتشار الأخبار الملفقة. ولكن يعني التكنولوجيا بحد ذاتها، وهذا اللي عملوه داعش، التكنولوجيا بحد ذاتها عم تتطور لدرجة أنه على اليوتيوب مثلا كان كل ما يسكروا حساب لحدا مرتبط بداعش كان يفتح حسابين تانيين بأسماء تانية وهمية أخرى. المسألة مستمرة. هناك شغلة أنا كنت دايما من الناس اللي لأنه دايما بشوف أنه بدنا ننتبه ما كتير نروح بالإشي على الإكستريم تبعها. بمكان هناك أيضا العديد من الحسابات التي تغلق وهي حسابات حقيقية تغلق لأنه في مجموعة من الأشخاص ما هني كمان ذباب التويتر بيشتغلوا على الريبورتينج، وبالتالي بتأثر على حسابات حقيقية. فكرة أن أحيانا النشطين واللي بيعرضوا مثلا يمكن استهدافهم، فتكون القوانين أو الضوابط
ضوابط لعنة عليهم. لكن موقع زي فيسبوك على وجه التحديد سريعا أستاذ نصري، لأن الآن هو يلجأ إلى الأخبار التي يثبت أنها كاذبة يقلل من تكرارها أو نشرها، لكنه لا يلغيها، لا توجد سلطة كي يلغي الأخبار الكاذبة بالرغم أنه هو بيبقى عارف أن هذا الخبر كاذب. هل هذا قانوني؟ هل هذا يكفي؟ لأنه علامة استفهام كبيرة على هل يعتبر الموقع مشارك في نشر الخبر الكاذب إذن؟ هو إحنا لما بنسأل سؤال زي هل هو قانوني وفقا لأي دولة، هو مقر الفيسبوك موجود في الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه بيشتغل في كل دولة، ولذلك مثلا الاتحاد الأوروبي بيبذل مجهود دلوقتي في مواجهة فيسبوك ومواجهة جوجل وملاحقتهم عشان يتوافقوا مع القوانين الأوروبية. ولكن هل بقى ده ممكن ولا لا؟ أنا شخصيا يعني أنا اشتغلت قبل كده في ياهو، ودي إحدى شركات التكنولوجيا، وأقدر أقول لك عن يعني عن إدراك وعن خبرة إنه المشكلة الأساسية لشركات التكنولوجيا إنها شركات بيديرها مهندسين وبيديرها ناس متخصصين في المبيعات وليس في الصحافة. بالضبط، وليس في الصحافة. فلذلك دائما هم بيبقوا عندهم مشكلة كبيرة في التعامل مع الميديا وفي إن هم حتى يعرفوا نفسهم. يعني بالمناسبة فيسبوك ليه تاريخ طويل في التعامل مع الصحافة. طيب أنا للأسف هذا الجزء من البرنامج تقريبا انتهى، لكن الحديث ستواصل لاحقا. سريعا أشكر ضيوفي الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، دكتورة زاهرة حرب الإعلامية وأستاذة الصحافة في جامعة سيتي جامعة لندن، والأستاذ نصري عصمت الصحفي المتخصص في مجال الإعلام الرقمي. شكرا جزيلا، وشكرا للجمهور الحضور. كما ذكرت الحديث ستواصل لاحقا في نصف ساعة تالية لمناقشة ذات الموضوع الأخبار الملفقة وكيف نوجهها. تحياتي، أنا محمد عبد الحميد.